هذه الثلاث هي عنوان السعادة كما قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذه الثلاث: من إذا ابتلي صبر على قدر الله وقضائه ولم يجزع ولم يتسخط، وأيضا يعلم أن ما أصابه إنما هو بذنبه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فيحاسب نفسه للمستقبل ويصلح عمله، فأصبحت المصيبة مصلحة له ومنبهة له، بخلاف الذي يجزع ويتسخط فهذا لم يسلم من المصيبة ولم يظفر بثوابها، خسر هذا وهذا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، لأن ما قدره الله لا بد أن يقع مهما عملت ومهما حاولت، ولكن عليك بتجنب الأسباب التي توقع المصائب والأخذ بالأعمال الصالحة لتنجو من المصائب. وإذا أنعم عليه شكر، لأن بعض الناس ينعم الله عليهم بهذه الدنيا بالأموال والأولاد وغير ذلك، فيحملهم ذلك على الأشر والبطر.